طيب، وكالة بلومبرج الأمريكية أشادت بمقترح تمويل الحافز الأخضر اللي اعتمده مجلس الوزراء عشان يشجع الناس على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لأنه بيحافظ على البيئة وفي نفس الوقت كمان بيوفر مصاريف تشغيل العربية أكتر من النص. وكالة بلومبرج الأمريكية ألقت الضوء على مقترح تمويل الحافز الأخضر الذي اعتمده مجلس الوزراء للتشجيع على تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلاً من الوقود، أحدث حلقة دعم الحكومة المستمر للمبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول صوب الطاقة النظيفة، والتي اكتسبت انتشاراً واسعاً منذ الإعلان عنها. وذكرت الوكالة من خلال تعليق لها على موقعها الإلكتروني أن مقترح تمويل الحافز الأخضر الذي أقره مجلس الوزراء يشمل اعتماد حافز بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة وبحد أقصى 22,000 جنيه، و 20% للتاكسي بحد أقصى 45,000 جنيه، و 25% للميكروباص بحد أقصى 65,000 جنيه، علماً بأن مصر تستهدف تحويل ما يقرب من 1,300,000 مركبة للعمل بالغاز الطبيعي باعتبارها خطوة محورية في سبيل تقليص حجم الإنفاق للأسر على الوقود، وبالأخص للأسر ذات الدخول المتوسطة وبمقدار يصل إلى النصف. كما أن مقترح تمويل الحافز الأخضر يأتي بعد أن طرح البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتوفير التمويل اللازم لمشروع تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر فائدة مقطوعة 3% لمنح قروض للأفراد الراغبين في إحلال السيارة للعمل بالوقود المزدوج.